السلام عليكم. مثل ما تعودنا في نهاية أي شهر تعلن شركة مايكروسوفت وسوني عن الألعاب القادمة لخدمتي الإكس بوكس جولد والبلاي ستيشن بلس، واليوم بنستعرض معاكم في هالفيديو اختيارات شهر ديسمبر. بالبداية، خدمة البلاي ستيشن بلس تعطينا تايتن فول 2 من تطوير استوديو ريسبون، وهي الإصدار الثاني من لعبة التصويب المميزة مع طور فردي جبار ومبهر، وأكيد معارك ملحمية بين المقاتلين والتايتنز في طور اللعب الجماعي مع العديد من الأطوار المتنوعة. عندنا أيضا مونستر إنرجي سوبر كروس، وهي لعبة سباقات الدراجات اللي تعطيك كامل الحرية في تعديل على دراجتك وتخصيصها، ومو بس كذا، إذ تقدر بعد تصمم المضمار الخاص فيك. بينما خدمة الإكس بوكس جولد لشهر ديسمبر تعطينا إنسين روبوت، وهي لعبة استراتيجية تتبع أدوار تدور قصتها حول ثورة الروبوتات المجنونة، وتقدم معها طور قصة يمتد لأكثر من 15 ساعة. ولعبة الإكس بوكس جولد الثانية هي جراسيك وورد إيفولوشن، اللي تعتبر لعبة محاكاة تعطيك الفرصة في بناء حديقة الديناصورات الخاصة فيك. يمديك تبني فيها أنشطة لزوار حديقتك، مراكز أبحاث، وحتى تبدأ رحلتك في بناء الحديقة لازم تدور أثار ديناصورات وترجع تبنيهم من جديد، وأيضا تقدر تعدل على الحمض النووي حقهم. وأيضا على خدمة الإكس بوكس جولد راح تتوفر لعبتين توي ستوري 3 وكاسلفينيا لورد اوف شادو ميرور اوف فيث اتش دي لأجهزة الإكس بوكس 360 والإكس بوكس 1. وهذه هي قائمة الألعاب المجانية لشهر ديسمبر للجهازين. وش رايكم فيها؟ كان معكم نواف النغموش، ومع السلامة.